سي اوغو بروف غارنا ساقف انا كولا جان قادي كريمبا مركا وح كهذا شيد علمي هذا ما بلا هبا وح كلو كولا قلا سي مركا سي دبت علمي اللي بس على هذا الشيء عادي مركا هذا دات كان علمي ما رهن ليش كب وحي لكن قفك بس كحد يسادي سنجوجين كورن استاذي يا دو قفك ما انكي سنجوجين كورن مركاسنا سي اوغو دادعين اسا وح ولا عليه كعري يسين قرانيت وح كلام معها انا وفيري وجي اني قلت لك يا هانتي اذا مركا اني قاعد ندود هايو اسكا ما تدور اني قاعد قراني ده معها قراني ولا القراني نقول له انا دودا ربع ده ما حد دودي ساعه كتاب ما ودتيت تفسير ما ودتيت حديث ما ودتيت ما كان لا دودا مركا ما لوقت اف وان كدودا اني قي اديك دودنا ما دختالو هدا ليه راي صحيح البخاري وحا كو قران وا خلط هي تفسير القران وحا كو قران وا خلط ده دودا اني اديك ما دختالو اوردو مسلمين تلا سو دود مسلمين تمركا مسلم كو اركان اي قف مسلم كو اركان اي اد مرجع يلاتو مركا اي ايماو دتكن مسلمين تا علماء ليهن تفسير بي ليهن مرجع بي ليهن دتكاس انغ لا دودينا مركا ولا انغ ما لا يعني كوما دودايو وقتيغي وا قالي هذاك ان دوديا يعني وحان دونيا ان دد واخ او شيغان دونيا دد فكر كان ان كبدل ان دونيا قف وحان بان امسري مخان كلا دوديا انغ ملحد انغ وكلا تهي معناها وحبي ما دانت وخي ان ديدنا او دن اسكوميد بان كانا مركا مخان كلا دوديا بسم الله وبعد labadan hadda aan maqleysay mid wuxuu ahaa sunnadiid ay bimaana waaqif inkirsan ahadiithi nabiga sallallahu alayhi wa sallam midka kalena wuxuu ahaa aladid ama alakaud adi waaqif inkirsan ilaahi wujoodkiisa weeyaan oo taban labada qolo sunnadiidka iyo mulhidinta waa dad weerar ku ah diinta islaamka kuwa waxay weeraraan ahadiithi nabiga sallallahu alayhi wa sallam kitaabki ilaahi ay ku ciyaaraan tafsiirat galdan ay la imaadaan أدي على العموم دينتي إلهي أي دبقة ديان كو كلام الحدين تنا سيدا وكلا وير روحي كيين دينت إسلام كا ذن بيك شايقان على العموم لبدا قلا ملحدين تأي يوصن ديد كا هدف كو دي روحي هاي إن أي دميان دينت إسلام كا لبدا وذين ولا لا أي يهين وانا إسلا شقيان وحينا كشقيان سي أي أبربرين لهاي دينت إسلام كا حدنا واعرقتين لبدا قلا أو الدقال علوس نحمرين waxaan maqashan midka mulhidka ah ayuu wuxuu ku yiri midka sunnadiidka ah wuxuu yiri de mulhid sideedii oo kala ayaa tahay buu ku yiri hadalkaasi wuxuu isoo xusuusiyay hadalkii al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala imamku wuxuu yiri jami'u fara'id illahi allati faradaha fi kitabihi damaan ahkamti ilahi subhanahu wa ta'ala ku wajib yalay kitabkiisi la yu'lamu al-hukmu fiha illa bi sunan rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waxaa kali lagu ogaan karaa buu yiri qaabka lagu dhaqmi lahaa waxaa lagu ogaan karaa kali wax waaye waa sunantii nabiga sallallahu alayhi wa sallam wa ahadiithii nabiga sallallahu alayhi wa sallam yen laana sunnada waa shaariixa waxay u tahay kitaabka ayay u tahay markaas wuxuu yiri hada qowl culamaa muslimiin wa culamada muslimiinta waxa ay qabaa wayan man qala ghayra hada qofki la imaado wax ka duwan tan bimaana hadu yiraado maya sunnada ma loo baahno sunnada marti wax ma sharaxdo صلاة دقابك اللو تو كناي سنة ملاقاته قفكي هذا الكاسي لا إماده وحواي خرج عن ملة الإسلام وحو كبحي دينت إسلامك أيو كبحي ودخل في ملة الملحدين وحونا قلي دينت ملحدين تا أيو قلي مركا كان ملحد كأه وحورن وشاقي كان سنة ديد كأه وطبعا قفك سنة ديد كأه وحو اسكوها استاء إن أو يهي قف أو مسلم أه أو إسلام كيستو وقطعا قفك الدومر إنكرو سنة دي نبي صلى الله عليه وسلم حديثي إنكرو قف كاسي مسلم من نقوم كرو مسألة داس نوع مسألة أو مرن كتاجا ما هو مسألة أو إجماع ويا سأو بروف قرن ساقف أنا كل جان قاعد كريم با مركا وح كهذا شيء علمي هذا ما بلا هبا وح كلو كل جلا سأو علمي اللي بس على هذا الشيء عادي مرك هذا ذات كان علم ما رهن إيش كبو حي لكن قف بس كحد يسادي سنجوجين كورن أستاذي هذا قف كمان ما ينكي سنجوجين كورن مركاسنا سأو قدر دينسها sidoo kale kan sunnadiidka ah wuxuu run u sheegay ya mulhidka waa run weeyaan mulhidka waa jahil weeyaan sidoo kale waa qof oo aqli ah weeyaan waa qof oo aqligiisa fasax u diray weeyaan sababtan waxa waaye wuxuu dood ka qabaa ba aslan ya albadihiyat ama almusallamat ama common sense yani wahyabihi oo common sense ga aha oo badihiyatki iska aha ya adwal ba'ir rumaysan tahay ayuu dood ka qabaa yani tusaale wuxuu dood ka qabaa sababiyi ayuu dood ka qabaa qof oo sababiyi dood ka qabo de qofkaasi ma lagu xisaabinayo uqalada ma lagu xisaabiyo laana wuxuu
diidan yahay ba waxa waay waa shay oo badahi ayuu iska diidan yahay marka anaga marka la doodeyno dadka mulxidiinta ah waxa ugu bilaawnaa ya badihiyaadka waxa marantayn ku xujeenaa in oo qiro mar hadduu qiro badihiyaadka markaas wuxuu qirayaa ilaahay wujuudkiisii ayuu qirayaa marka doodeyno waxa ka bilaabeyna meeshaas ayaa ka bilaabeyna asaaskii ayaa ka bilaabeyna marka qof oo noocaas oo kale ayaa ku imaanaya wuxuu rabaa inuu dood yacni kula galo ka doodo qur-aanka da qur-aanka doodiisi waxay imaanaysaa horta waxyaabaha common sensiga horta ku qanac markaa qirtid oo ka bacdi ilaahay subxaana watacaala jiritaankiis aa qirtid stebkaas markaa isla soo marno kadib ayaa isla aadeynaa ya furuucda markaas isla aadeynaa laakiin asaaskii ba hadduu kaa maqan yahay asalkii hadduu kaa maqan yahay maxaa marata ka doodaysaa magacigii